جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الغش في الامتحان، هل هو جائز؟ الغش لا يجوز من المسلم، لا في الامتحان ولا في المعاملات ولا في أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمسلم يجب أن يتحلى بالأمانة وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتجنب الخيانة. والغش في الامتحانات أشد ضررا من غيره، لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين الذين لم يغشوا يتقدم عليهم هذا الشخص الذي غش، ولما فيه من التغرير بالمسؤولين بحيث يعتبرون هذا الغاش قد نجح وقد أكمل الدراسة على المطلوب ويمنحونه شهادة غير صحيحة. هذا يترتب عليه مضار. أولا أن هذا الغاش يتربى على الغش والخيانة ويتساهل في الغش، أي إذا تساهل الغش في الامتحانات تساهل في غيره لأنه قد ألف. ثانيا فيه تغرير بالمسؤولين. ثالثا فيه إضرار بالآخرين بحيث أن هذا الغاش قد يتقدم عليهم في النجاح والترتيب أو في المسابقات في الوظائف أو غير ذلك. رابعا أنه قد يولى عملا من أعمال المسلمين بناء على هذه الشهادة وهي غير صحيحة، فيحصل الضرر للمسلمين بذلك. نعم.